البلد دي الستر فيها يعني انك انت ما تحتاجش لحد ابدا، يبقى معاك فلوس كتير. اي نعم الفلوس مش هتحميك، لكن هتجيب لك اللي يحميك. الناس دي طردوني وبهدلوني ووعدتني هتجيب لي حقي منهم، وانا جايه النهارده عشان اثبت حسن نيتي. كل ما افتكر مهران اللي مات غد ببقى عايزه ادهش من لحمه. أضعف مضاعفة. يا لهوي الحقونا الحقونا بتعمل ايه الحقونا يا جدع. اسمع اللي بقول لك يا لهوي، اهو على الاقل تبقى قاعد هنا وعارف القضية بتاعتك ماشية ازاي، وبدل ما تبقى قاعد هنا ومنتش عارف المحامي بتاعك مستوفك ولا ماشي معاك بما يرضي الله. اهو برضه نعمل اللي علينا كده وربك كريم. وانتوا هتخسروا ايه؟ مش هتخسروا اي حاجه، اشتروا النهارده وبيعوا بكره، صدقوني انتوا الكسبانين. الموضوع بسيط خالص يا اخوانا. وبعدين يا سيدي جرب، التجربه هي خير دليل. بلاش اللغه العربيه الفصحى، خلاها بالبلدي كده يا سيدي، خد من عبد الحكيم واتكل على الكريم. وانا على ضمانتي باذن الله ماهر بيه هيكون دليلك القانوني خلف الاسوار. شفت بقى انا جاي احللك بقك ازاي؟ خير يا عم ربيع. الصحة وافقت على علاج بنت على نفقة الدولة، ومش كده وبس، هيصرفوا لنا بدل انتقال عشان العملية هتتعمل في اسكندرية. ألف مبروك يا عم ربيع. كل بقى حبيبي. حبيبي، مع إني ما باكلش بالكلام ده بس عشان خاطرك بس. الله يكرمك يا عم ربيع. بقول لك يا كبير. إيه؟ الحكاية ماشية مع العيال زي السخونة، وعندهم تساؤلات ياما وعايزين البراءة على إيدك. يا الساعة تجيلك كام دلوقتي؟ الساعة تيجي إيه؟ 12. طب بص، خد انت المواعيد وظبطها وانا اخش اريح جوه شويه. خد دي بقى في الرايه على المسنين. انت تؤمر يا كبير عشان يحبوك. مدد 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 تشكرين يا كبير، حلاوه المولد الجديد. رجالتك هما اللي خايبين، الخوف من اللي جاي بقى. لو عرفت طبعا مين اللي ورا الموضوع ده اكيد مش هتسكت. لا انا مش هشيل الليله دي لوحدي. وبعدين خد بالك، شوقي لو خرج وعرف ان احنا اللي عملنا كده هتبقى كارثه. وهيعرف منين؟ يعني ايه هيعرف منين؟ لو بعت اي حد ينخور ورا الرجاله هيعرف. في حد من الرجاله دول تبعك؟ لا انا وصيت حد هو اللي يبعته، ومش انا اللي اتصلت، لكن برضه قلبي مش مطمن. كل مشكله ولها حل. ما اكيد مش هيسيطر على السوق هو بره، ولما يجي جوه كمان يسيطر على السوق. طب بص يا جلال، انا هشيل ايدي من الليله دي خالص، انا كده تمام. وبصراحة الراجل ما قصرش معايا في أي حاجة. خد بالك تاني، شوقي لو خرج وعرف إن إحنا اللي عملنا كده هتبقى كارثة. مش هيسكت ومش هيسامح حد، وأنا مش قده. وأنا غلطت إني سمعت كلامك. أيوه.
بس انت ايه رايك يا كبير في المفاجاه دي؟ لا دي 100 100. وبعدين احنا عملنا شويه دعايه كده كبير ووزعناهم على المساجين بسرعه كده. برافو عليك. اهم حاجه بقى عايزين نعرف اخبار التسعيره ايه، هتبقى كام؟ لا التسعيره بقى اديني فرصه اقعد امخمخ مع نفسي عشان اظبط السعر. وانا تبرعا مني هتولى قراءه المذكرات وضبط اللغه العربيه ووضع علامات الترقيم. ماشي يا عم. ايه بصوا بقى يا رجاله، انا احب اقول الكلمه مره واحده بس، ما احبش اعيدها تاني. ماشي. انا اسمي جمال ومعروف في كل سجون مصر باسم جيمي الخطر. انا عايز بقى كبير السجن دلوقتي يجي لي هنا حالا ويركع قدامي ويقول لي انا اسف يا جيمي يا خطر، ويقدم لي فروق الورق والطاعه. اقعد ياه. حاضر يا معلم. واقف ياه جدع. حاضر يا معلم. اقعد واقف. هعملها ازاي دي؟ واقف قاعد. كارمن. بابا. ازيك يا حبيبتي؟ حبيبي بابا وحشتني. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. ده جلال. مين؟ جلال. بابا انا مش مطمنه خالص. انا متهيألي ان جلال عمره ما يقدر يعمل حاجه زي كده. يا بابا ما حدش يجرؤ يعمل حركه زي دي غير جلال. وبعدين جلال نفسه يبقى في مكانك وعنده طموح وتطلعات غير طبيعيه. ما تنسيش ان ده ابن عمك. مش ناسيه يا بابا، بس انا برضو قلقانه منه. طب ممكن عشان خاطري تهدي من ناحيته شويه؟ انا مش عارفه انت ليه مطمن له قوي كده. طب اقول لك على حاجه، انا متاكده ان هو ورا دخولك السجن. وبعدين لو موضوع جوازك منه ده هو اللي عامل فيكي كده يا ست، انا رجعت في كلامي. وبعدين انا عمري ما فرضته عليكي، انا كل الموضوع ان انا شايف انه ده انسب واحد ممكن كان يحافظ عليكي. مش صح يا بابا، ممكن تسمعني بس المره دي. خلصنا من الموضوع ده، اخبار القضيه ايه؟ انا عرضت الملف اللي اداهولي ماهر على المحامين بتوعنا وقالوا لي انه كويس قوي وان في احتمال تطلع براءه من الجلسه الجايه ان شاء الله. طب كويس والله. تصور ان انا كنت واثق انه هيعمل كده. يا عماد عامل ايه يا حبيبي؟ وانت كمان وحشنا الله يخليك. بقولك ايه بس، عايزك حاجه مهمه جدا. عندي هنا شويه قضايا هتفتح لك المكتب وتشغله خليه نحل. هبعت لك الناس دي. لا مش اللي عندي هنا، خليك بقى مفتح يعني زويهم. كل حد هيجي لك بقضيه وانا قايل له جيب لك كام فلوس. اه تستلم القضيه وتاخد الفلوس. وهكتب لك انا بقى كل قضيه ايه المطلوب فيها يتعمل بالظبط. لا مش عايز منك اجتهادات حتى ابوك. اه اللي هكتبه لك تعمله بالملي. الله يخليك يا حبيبي. يلا بقى عشان تقب على وش الدنيا. وانا تعبان هنا عشان مين؟ ماشي يا حبيبي، مع السلامه بقى عشان الشاويش جاي. انت سامعاني؟ اسمك ايه؟ طب أهلك فين؟ عملتي ليه كده؟ يا بنتي انطقي، دي مجنونة دي ولا إيه؟ يا عسكري يا باشا تعالى خد البنت دي ارميها في الحجز لحد ما نشوف آخرتها إيه معاها. هموتها، مش هسيبها إلا وروحها طالعة في إيدي. هقطع من جبتتها وارميها لك لابس سكك. مش هستريح إلا لما الاقي النار بتشوي جتتها. مش كفاية هي فاكرة نفسها إنها هتفلت؟ أنا لا هنام ولا هيرتاح لي بل إلا لما ادفنها بإيدي وأولع فيها زي ما ولعت كده في قلبي. ركاتك يا ماهر، يا ريتك اتحبست من زمان. يا أهلا وسهلا، يا أهلا بيك يا خالتي انت وهي. ايه بقى يعني مين فيكم اللي جه الاول؟ انا جايه الاول. لا انا الاول والله العظيم، انا جايه الاول. انا هنا من النجمه، وبعدين انا جايه من طرف ماهر وجايه لك في موضوع يعني مهم جدا. احنا كلنا جايين من طرف الاستاذ ماهر، وكلنا لنا قواضي وكلنا مهمين يا حبيبتي. لا بس انا جايه في موضوع تاني خالص غير المواضيع بتاعتكم. خلاص تعال. لا بقى دي كوسه، انت مش قلت بالدور؟ كوسه ولا خيار ولا محشي يا خالتي انت وهي، اهدي شويه. انت جايه من طرف الاستاذ ماهر؟ ايوه. ده ماهر ده حبيبي جدا، حبيب الليالي والسنين كلها. طب بقولك يا خالتي انت وهي، استنوني بره عشان اشوف المشاكل بتاعتكم ايه.
انت بقى يا بنت، كل واحد يقف مكانه، مش عايزينها رجال الله يكرمكم. التزم بالطابوره مسجون منك ليه؟ ها؟ النظام حلو، اي حد يفكر يلخبط في الطابور او ياخد مكان زميله ملوش عندنا اي ملوش عندنا اي حاجه، دي اوامر سياده المستشار ماهر بيه، فاهمين ولا لا؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش هاخد من وقته اكتر من 10 دقايق، صباح الفل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتديني رشوه؟ كل دي رشوه؟ انت مش عارف ان دي جريمه؟ انت عارف سياده المستشار لو عارف ان انا خدت منك اي رشوه هيعمل فيا ايه؟ امشي يلا، امشي من هنا. مشيها يا راجل. مش هينفع يا زهاء. يا راجل مشيها مش هقول له. يا زهاء مش هينفع يا زهاء، ده قانون يا زهاء. امشي ياض من هنا. طب هات السجاير. لا يا حبيبي، بتمم صدرتها يا خفيف. يلا يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. معلش يعني ولا مؤاخذه، انا اسفه ان انا دخلت عليك كده مره واحده، بس انا ما كانش ينفع استنى الناس دي كلها، فقلت اخش كده على طول. لا مفيش مشاكل، انت تخشي على طول، الناس دي كلها تستنى، هي دي الناس اساسا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. تشربي ايه؟ نسكافيه 2 في 1 يعني. لو ينفع نسكافيه ايه؟ انت جاي على طمع ولا ايه؟ ملوش مزمن. طيب ماشي، خير بقى ان شاء الله. يعني ايه القضيه اللي انت جايه فيها؟ قضيه ايه؟ لا ده انا مش جايه عشان قضيه، ده انا جايه عشان حاجه تانية خالص. ايه الحاجه التانية خالص؟ لا اصل انا زواج اخويا مع ماهر باشا في السجن، يعني لا يفك اسره يا رب ان شاء الله وينصره على مني عدي. ف لا يفك اسره ايه ويفك سجنه ايه؟ طول ما هو محبوس احنا بنشوف الناس الحلوه كده. فاللي حصل ان انا كنت يعني عند زواج بشتكي له همي، اصل انا وحدانيه، ومن ساعه ما زواج دخل السجن هو اللي كان بيجري عليا، وبعدين ماهر قال ان هو هيبعت لي فلوس، فانا قلت له عايز تخدمني بصحيح شوف لي شغلانه، فقال لي يعني اجي لك. انت عايزه تشتغلي هنا في المكتب؟ يعني يا ريت، يعني هو قال لي يعني ان انت صاحب الروح بالروح يعني، وان انا اجي لك وان شاء الله يعني هتلاقي لي شغل. انا عنيا لاي طلب من ماهر، ماهر ده حبيب الليالي والسنين، تحت امري، اعتبري نفسك اشتغلتي. بجد؟ من امتى؟ من دلوقتي. بصي بقى، اخرجي نظمي النص اللي بره دول، واللي ما تعجبكيش شكلها اطرديها على طول. من عنيا. يلا حبيبتي يلا. يا حبيبي يا ماهر، يا حبيب الليالي والسنين. لا بسيطة إن شاء الله. ست بقى المرة الجاية تخلي مراتك تاخد ورق القضية كله وتوديها على العنوان ده. عنوان إيه؟ ده محامي عقر. هو أنا جاي آخد الاستشارة منك ولا من محامي برة؟ افهم يا بجم، أنا هنا بدرس القضية وأقف على حيثيات القضية كلها، وبعدين اطلع ورقه اكتب فيها كل اللي مطلوب يتعمل في القضيه، تروح انت بقى توديها للمحامي يروح المحكمه ينفذ وبراءه ان شاء الله. بجد؟ اه بجد طبعا. انت يا ابني قضيتك سهله، انا متاكد ان في خطا في الاجراءات، وده لو اثبتناه هتاخد براءه من اول جلسه. الاتعاب يا شقيق اخلص. وقول لمراتك بقى وهي رايحه تاخد معاها 2000 جنيه للمحامي. 2000 جنيه؟ انت لسه هتندهش، امال ايه؟ المحامي هيشتغل قضيه ببلاش. يلا حبيبي يلا، عندنا شغل كتير. يلا. حط ادي الاتعاب هنا اهو اهي. وفيها حاجه تانية، كنت سامع صوت رشوه بره عمال تقول له ما ينفعش يا زهاء وينفع يا زهاء. اه ده انا عملت مشكله كبيره بسبب الموضوع ده. ما واضح اهي. حطها اهي. زق. حاضر. اللي جنبه. مشكلتك ايه؟ مخدرات. مبروك. الله يبارك فيك. مشكلتك ايه؟ واصله امانه. ربنا يشفيك. مشكلتك ايه؟ دعارة. من غير ما تقولي. خايفة كده ليه؟ أنا مش خايفة، أنا بس كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا ما كانش قصدي أسرقك. حتى لو قصدك إيه المشكلة؟ دي أول مرة تعملي كده في حياتك. خلاص أنا سامحتك، بس على شرط. اللي حضرتك تأمر بيه إنك ما تعمليش كده تاني خالص. والله العظيم ما هتتكرر تاني ابدا. بس يعني كنت عايزه اعرف، هو حضرتك بعت جبتني هنا ليه؟ ماهر طلب انه يقابلك في السجن، والمحامي عايز يشوفك في كام حاجه لازم يعني يكلمك فيها قبل ما تشوفي ماهر. انا برايي انك انت تروحي تشوفيه في السجن. طب هو يعني مفيش طريقه غير كده؟ طبعا في طريقه تانيه، انك انت ترفعي قضيه، بس ده هياخد شهور، هياخد وقت، والأسرع إنك تروحي السجن كل حاجة بتتحل. ألو؟ إيه؟ أوكي، طيب.
طيب قلت ايه؟ هقول ايه اللي حضرتك هتقوله هيتنفذ بالحرف الواحد. انا برايي بكره تشوفي المحامي وتروح السجن وتخلصي كل حاجه. انا عايزك تخلصي كل المشاكل اللي كانت موجوده في حياتك عشان تبقي جديده، نيو بورن، ان قدامك حياه جديده. غريب، قول للسواق يجهز العربيه، عايزين نروح عند فريده على المستشفى. هي بتموت؟ لا بس في واحده هجمت عليها عايزه تموتها، عايزه اروح اطمن عليها، مش كده برضه؟ طبعا دي الاصول، ربنا يشفيها. وعندك كمان يا سيدي اهو عزه غريب ابو عجينه. ابو عجينه كده قعدت لقيته تاجر من بدري. كمل. ده واخد حكم بخمس سنين ومحتاج ان احنا نعمله. بص بقى اسمعني بقى يا عبد الحكيم، ركز معايا. الجنايات ما فيهاش طعن الا بالنقض. تكتب لي بقى على الفايل من بره طعن بالنقض، افهم انها جنايات. والجنح تكتب لي عليها استئناف، افهم انها جنح. فهمت؟ بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ انا قاعد مع النابغه الذبيانيه. ايه الذبيانيه والتلبانيه؟ ما تركز معايا. طيب قوم بقى شوف شغلك كده الله يهديك. طب عايز اسالك بالنسبه للمخالفات يا ابو الفصاحه. مخالفات ايه يا عم؟ هم جايين يطلعوا رخص. طيب هروح اكمل بقيت شغل. اهلا يا شلبي باشا. عايز بقى في كلمه؟ لا سعادتك عايز دلوقتي في الراحه، مش هينفع تقابله. راحت ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش، هو دلوقتي في الراحه. فيها مسجون انت؟ لا مسجون ايه؟ وبعدين كده يرفض يقابلك. يرفض يقابلني يعني ايه؟ ما هو انت اسمع من اللي اقول لك عليه. ما هو دلوقتي مش هينفع تقابله ولا هيفيدك في حاجه، فانت بقى يعني معلش. طب بقول لك ايه؟ قول. فكر معايا كده. ايوه. انا ممكن اعمل ايه؟ اقول لك يعني انت ممكن كده نص ساعه وتيجي اقول لك تعمل ايه. طيب سلام. مع السلامه. افتح عسكري. على فكرة أنا معجب بذكائك جدا. على فكرة أنا متضايق منك جدا. ليه بس؟ ده أنا بمدح فيك. يا سلام. يا غاف كده ليه؟ إيه؟ ما هو قاعد يتسير معاك يا كبير ومش فاهم مش همه حاجة. خلاص روح أنت سيبهولي، هات لنا اتنين نسكافيه. نسكافيه؟ حاضر. هو انتوا عندكم هنا نسكافيه؟ في نسكافيه وفي كروكي لو عايز. تمام. قول لي بقى، انا شايفك قاعد صامت كده وقاعد مراقبنا في صمت، مالك؟ لا مفيش، انا كنت قاعد فاضي يعني فقلت اجي اتفرج. تتفرج؟ حلوه حكايه تتفرج دي. وجيت هنا ليه بقى يا سياده المشاهد؟ بص بقى، انا لو قعدت احلف لك واقول لك ان انا بريء ومظلوم واحلف لك برحمه خالي فوزي مش هتصدقني. لا ليه؟ ما انا برضو بريء ومظلوم ومش مصدقني، قول. أنا يا سيدي متهم بالاستيلاء على أموال الغير والنصب والاحتيال. استيلاء ونصب واحتيال ونعم الناس. لا بس أنا ما عملتش كده على فكرة. ولا أنا والله على فكرة. كل الحكاية إن أنا كان في شوية ناس أعرفهم معاهم شوية فلوس، قلت أشغلها لهم في البورصة. وأنا فهمتهم إن البورصة دي مكسب وخسارة، ريسك. أنا يا سيدي بقى خسرت الفلوس بتاعتهم. بس. فاتهموك بقى بالنصب والاحتيال. بالظبط. وده اللي جابك هنا. وده اللي جابني هنا فعلا. طب قول لي بقى، انا عايز افهم بقى ايه حكايه البورصه دي. صدق بالله انا قاعد هناك ونقرك عشان كده بقى، انا نفسي اتكلم معاك، حاسس ان انت قاعد هنا نابغه عبقري كده، فحاسس ان انا وانت يعني لو دخلنا البورصه مع بعض هنعمل شغل عالي قوي 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 قوي. لا انا افهم الاول وبناء عليه اقرر اذا كنت اشتغل معاك ولا تشرب الكروكيت تروح تقعد في مكانك. اهو انا بقى مش خارجه من البيت، عارف مسمار جحا؟ انا بقى مسمار جحا، هفضل هنا وهخليك تولول على نفسك. انت حر، انا بلغت وخلاص، وبعدين انا ماليش مصلحه، عايزه تفضلي في البيت لغايه ما يقع على دماغك، انت حره، انا من الاخر بخلي مسؤوليتي. ايه؟ مسؤوليتك؟ امال مسؤوليه مين؟ ايه الكلام الماسخ اللي انت بتقوله ده يا جدع انت؟ انت اهبل ولا اهبل؟ يعني ايه عاوز الناس تطلع من بيوتها؟ وتقول لي انك بتغلي مسؤوليتك. هقول له يا اخويا نروح فين؟ ده هو ده البيت اللي لممنا، نسيبه ونروح فين؟ نترمي في الشارع؟ يا ست انا مالي، دي مش شغلتي. امال شغلة مين؟ هو كل واحد يعمل مصيبة ويقول مش شغلته؟
ايه؟ شغلتك تطلعنا من البيت وخلاص؟ يا ست يا ست الحجة حجة في عينك، شايفني عندي 100 سنة؟ استني يا خالتي عشان نفهم منه الأول. اتفضلي اسألي. لو حضرتك مالكش علاقة بالموضوع يبقى احنا لازم نقابل مسؤول. مسؤول؟ أنا طالع على مجلس الشعب. آه ما هو معمول عشان الشعب، أشوف بقى إزاي هجيب لي حقي كحق وسطك. أقول لكم إيه؟ أنا عملت اللي عليا، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، سلام عليكم. في 60 داهية كده شاشتين مية. محكمة! تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادى على القضية. بقول لك ايه، انا مش مطمن خالص. لا بس انا مطمن. ما تقلقوش احنا معاكم. حاضر عن المتهم شوقي عزيز المنهلي يا فندم. تفضل يا استاذ، قول دفاعك. برافو. انا عايزك كده على طول، شيك وحلو. البركه في حضرتك. خد براءه. ألف مبروك. مش قلت لك ثق فيا؟ الله يبارك فيك. أنا مبسوطة قوي. وأنا مبسوط أكتر إن أنت مبسوطة. ومبسوطة قوي بالمحامي اللي أنت بعته لي. هو صحيح أي كلام بس عقر. طب قولي تأمرني بإيه؟ إيه أنا قلت حاجة غلط ولا إيه؟ تقصدي إيه؟ أقصد يعني أتعابك. أنا ما حبيتش أسأل عماد، قلت أسألك على طول. لا لا لا، أتعاب إيه؟ أنا عامل ده عشان شوقي باشا يا حبيبي، ده كفاية استقباله ليا في السجن، حسسني إن أنا في بيتنا. ربنا يخليك. بس برضو حقك وحقي، واحنا ناس حقانين قوي على فكره. انا حقي خدته بالزياره دي، كفايه ان انا شفتك. هتتكرر اكيد ان شاء الله. بجد؟ اكيد. ما خلاص انا قررت اسيب كل حاجه على عماد، وطالما الحاجه بقت في ايد عماد تبقى في ايدك انت كمان. بالظبط كده. طب قول لي بقى، كنت حاطط في دماغك كام؟ 7500 الف جنيه و23 قرش. كام؟ يعني فلوس ايه؟ انا مش في دماغي فلوس خالص. طيب انا ممكن اجنب حضرتك الحرج واحدد انا المبلغ. مش فاهم. يعني تحب الحساب يبقى ازاي؟ يعني ايه الحساب ازاي؟ يعني عماد مثلا النص وحضرتك النص، ولا الربع وثلاث ارباع، ولا ايه بالظبط؟ لا هو الربع وانا ثلاث ارباع. طب عندك حساب في البنك؟ ولا عمري هوبت ناحيه البنك. انت مش عايز تقول حاجه لمامتك؟ انت عارفه ماما؟ لا ما اعرفهاش يعني، بس اروح اطمن عليها اشوفها لو محتاجه حاجه. ما انت خلاص بقيت واحد مننا. ده يشرفني. وبرضه هروح اعدي على البنك افتح لك حساب واعمل لك كل الاجراءات، وهجيب لك موظف لغايه عندك يشوفك لو محتاج اي حاجه. وبعت لي معايا علبة سجاير زيارة. معلش سجاير، عايز سجارة. أصل السجاير عندنا احنا هنا مهمة جدا في العنبر، يعني من أهم خمس أشياء. حياتك تأمرني. ربنا يخليكي. تخرج من المستشفى على البيت عندي، الدكتور بيقول إن حالتها صعبة أوي. فعلا. أنا عايز الناس كلهم يبقوا تحت أمرها لغاية لما تخف وتبقى تمام. في واحد بره اسمه جلال عايز يقابل حضرتك. اه طبعا خليه اتفضل. اتفضل يا استاذ. بعد بيه. اهلا يا جلال، عامل ايه؟ اتفضل. I'm fine. كويس. قهوة الاستاذ جلال مظبوط. بعجبني فيك اللي دايما فاكر يا فادي بيه. اولا الف سلام على مدام فريده، انا اول ما عرفت قلت اجي اطمن بنفسي علشان صحتها. الله يسلمك، وانا كنت عايز اكلمه وهنيه بالبراءه برضه. طول عمرك صاحب واجب. بصراحه انا عارف الوقت مش مناسب خالص، بس انت عارف طلبات عمي، وانت عارف كمان ان اهم حاجه في حياته الشغل. بس خير؟ كل خير طبعا. يعني في حاجه حصلت لا سمح الله؟ لا ابدا، احنا بس كنا داخلين في مشروع صغير كده مع مدام فريده، ومن ناحيتنا كنا احنا الجهه المموله. اه ايوه صحيح، انا قريت الملف بتاع القريه السياحيه اللي هي في عين السخنه، مش كده؟ بالظبط كده. ايه في حصل حاجه لا سمح الله؟ عايزين تنسحب من المشروع؟ ابدا خالص، بالعكس ده انا جاي لك لحد عندك هنا عشان اطمن ونشوف اذا كانت الامور زي ما هي ولا في حاجه هتتغير. لا مفيش اي حاجه هتتغير خالص، الامور زي ما هي وهتفضل زي ما هي.
كل ما في الامر انك انت هتتعامل معايا انا شخصيا بطريقه مباشره. مدام فريده تعبانه نفسيا اليومين دول، مش هتعرف تدير شؤون الشركه. بس بيرفكت، معنى كده فهد بيه ان احنا هنرجع نشتغل مع بعض تاني زي الاول دايركت. اديني رجعت للشغل تاني، هنشتغل زي الاول واكتر. جريت، اهلا وسهلا. شكرا. حضرتك تؤمر بحاجه تانية؟ لا لا متشكل. ايه الحاجات الحلوه دي يا فهد بيه؟ حلوه مش كده؟ طول عمرك زوج حلو. حلوه قوي قوي. شكلك كده زي اول مره قلبه يتوجع يا صاحبي. قلبي بيدق هوا يا عبد الحكيم. ما هي بتبتدي كده يا صاحبي، قلبك يدق قوي وبعدين يتوجع قوي وبعدين يطير. هذا انت خبره بقى. خبره. توجعت قبل كده؟ انا حبيت وكتبت قصائد شعر وخدت على قفايا زي ما انت عايز تقول. قول. اصل انا وانا صغير كنت حاجه تانيه خالص. شبه عمر الشريف. عبد الحكيم. حسن يوسف. يا ولا يعني مد على محمد عوض كده. طب روح ادي هناك بقى عشان انا عايز ادي على يونس الشلبي. طيب عيش انت. تولع يا كبير؟ لا اشربها نايم. طب مش هتقول لي بقى مالك فيه؟ شكلك متضايق او نفسك تفضفض وترغي. انا هخش الحمام. منورة يا حبيبتي، اتفضلي اشرب. ربنا يخليك يا حاجة، تعبينك معانا والله. الحقيقة أنا كنت بس جايبة أمانة يعني لحضرتك من عند ماهر. أمانة إيه؟ قولي، جدتي مش خالصة. اهدي بس اهدي، أنا هحكي لك على كل حاجة دلوقتي. ماهر لي عندي 750,000 جنيه. ها؟